بالغربة حكايات، سوالف في الغربة، في الغربة حكايات، في الغربة حكايات. غربتي ابتدت من ساعة ما اتولدت. أنا اتولدت في بلد عربية. بداية قصتي إنه من أول ما كبرت اتفاجئت إنه أبسط الأمور العادية أنا مش عارفة أكون بعملها، لكن في كل مرة كنا بننزل في الصيف لمصر كنت بتفاجئ والغربة بتبتدي تزيد جوايا سنة بسنة. أنا عايشة حاجة مش مرتاحة للآخر، أنا عايشة حاجة مش الطبيعي اللي كل الناس عايشاه. وجاية في يوم أنزل من البيت لقيت ماما بتقولي إيه ده، أنت رايحة فين؟ قلت لها أنا نازلة. هيكي ما ينفعش تنزلي كده، لازم تلبسي عباية سودة وتحطي كمان إشارة أسود على راسك. أنا وقتها ابتدت جوايا التساؤلات، هو أنا فين وبعمل إيه؟ ومش بس كده، ابتدأت أحس إنه جسمي حاجة غريبة عني وكأني مش مرتاحة في جسمي. ومن هنا ابتدى أكبر إحساس بالغربة. كنت بكلم ربنا بقول له هو انت فين من الغربة دي؟ الغربة مش اني انا سايبة بلدي بس، لكن احساسي اللي كل شوية عمال يزيد نتيجة لبسي ونتيجة طريقة العبادة اللي مش زي باقي الناس، كل ده كان بيزود شعوري بالغربة. وده كان اصعب شعور، اني حاسة انه انا مش عارفة اقرب من الله اللي خلقني. وانا في المدرسة كنت بتمشى والدنيا كانت مطرة جامدة قوي 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 واتزحلقت. اول ما اتزحلقت اصحابي اللي كانوا واقفين اتريقوا عليا، هم من الاول ما كانوش بيحبوني عشان عارفين انه انا مختلفة وانه الديانة بتاعتي مختلفة عنهم. فاكرة كويس قوي ان انا قمت وفضلت اعيط، كنت نفسي المطرة تخبي دموعي علشان ما يبانش اني بعيط في المدرسة، ورفعت عيني للسماء وقلت له لو انت فعلا بتحبني حسسني بيك، خليني احس انك جنبي، خليني احس ان انت الاب والصديق القريب وسط غربتي دي. وكاني جه شخص وسط المطره والبرد ووسط ما انا خايفه وبترعش ومكسوفه، كاني حد حضني قوي وقال لي انا هنا. انا ادركت اني في غربتي دي كان طول الوقت في شخص جنبي قريب قوي قوي، محافظ عليا في كل خطوة وحاسس بكل غربة كانت جوايا. من وقتها ابتدت علاقتي بالله تغير شكل غربتي. اختبرت يعني ايه معه انا في الضيق، والضيق ده ممكن يكون غربة ممكن يكون حاجات مختلفة، لكن انا كنت طول غربتي حاسة انه ضيق. كان بابا وماما بيحرصوا ان هم يعملوا لنا زي مذبح عائلي في البيت. ما اقدرش اقول غير انه الرب كان بيستخدم كلمات بابا البسيطه ومحبه ماما العميقه ان هو يوصل من خلالها قد ايه الله بيحبنا. احنا كنا مختبرينه بالظبط زي الفتية الثلاثه اللي كانوا لوحدهم في اتون النار وكان الله الرابع بتاعهم. اكتر حاجه فرقت معايا اني بقيت احس اكتر بوجع الناس، مش بس اللي في غربه بس اي حد في اي ضيقه. انا فاهمه كلامه قوي. بعد ما بقى عمري 17 سنه نزلنا مصر النهائي، وانا كنت فرحانه جدا ومتوقعه انه كده خلاص زمن غربتي انتهى، لكن الحقيقه الله كان شايف حاجه تانية مختلفه. بعد ما خلصت الجامعة بتاعتي أنا درست دراسة اسمها كلينيكال فارماسي. كلينيكال فارماسي دي كلية جديدة هي ما بين الصيدلة والطب. كان التكليف بتاعي في مستشفى أطفال. الموضوع كان مؤلم جدا، مؤلم فوق الوصف، وأنا بصراحة كنت عايزة أمشي، بس الرب كان ليه دعوة مختلفة ليا. كانت الدعوة تقيلة، لكن من كل قلبي حسيت أنه أمين يا رب، أنا عايزة أعمل اللي أنت شايفه. اللي
اللي حصل اني في كل مره كنت بحاول اطلع فيها الا الله مديهوني جوه قلبي، زي مثلا اني احضن ام شايفه ابنها بيتالم بسبب غسيل الكلى وهي مش قادره تعمل له حاجه، زي مثلا ام فقدت ابنها لانه ده كان بيحصل على طول. كل مره باجي اقرب مثلا جنب ام كانوا بيمنعوني. كل الحاجات دي كانت بتديني بتكبر اكتر واكتر شعوري بالغربه، والمره دي كانت الغربه اقسى. وتاني لما الله بيكون موجود في اي غربه، الله بيخلي الغربة فعلاً زي أتون النار، مكان زي حتة من السماء. هو بيعرف يخلي وسط الوجع كل حاجة جميلة. اللي حصل إنه بعد سنة اتغيرت مديرتي، كانت فاهمة كل حاجة جوه قلبي، ادتني زي كارت أخضر كده زي ما بيقولوا، وقالت لي اعملي كل اللي انت شايفاه، أنا واثقة فيكي. كنت قادرة أحضن، كنت قادرة أساعد، كنت قادرة أديهم حاجات تقدر تخليهم أحسن إذا كانت الأم أو الأطفال. ووقتها بس اكتشفت إنه للرب كان سامح بي من غربتي في البلد العربية، ده كان بقصد علشان يعلمني ويشكلني عشان يقدر يستخدمني في غربتي التانية في شغلي وأنا كبيرة. فاكرة ان كان في ام معينة كانت دايما بتيجي 3 مرات، وكانت في كل مرة بنتها بتدخل جوه كانت بتخرج بره وتقول لي مفيش في ايدك اي حاجة تعمليها، مفيش حاجة في ايديك وتقدر تخليها تخرج من هنا، مفيش حاجة تقدر تخليها تخلص من اللي هي فيه. يمكن انا ما اقدرش اخلصها، لكن في اللي قدر يخلصها ويخلصني وكمان يخلصك. وفاكرة كويس قوي قوي انه بعد ما البنت خلصت الفترة دي للأسف ماتت، لكن عمري ما هنسى ان الام جت في اخر يوم وقالت لي لو في حاجة حصلت حلوة في المكان ده فانا مش هفتكر غير كلامك معايا. في أرضنا في غربة، أرضنا فيها ضيق وفيها وجع، لكن هو عنده الخلاص، وقريب قوي كلنا هنمشي من غربتنا دي وهنروح لموطننا الأصلي الحقيقي في السماء. زي الرب ما كان موجود مع الفتية الثلاثة في ضيقهم، الرب كان موجود في غربتي وخلاها جزء من السماء.